السؤال بقى اللي شاغل بال الامهات، اول ما ولادي يتولدوا المفروض اعلمهم ان هم يفضلوا قاعدين في مكانهم، ما يقربوش من حاجه تاذيهم، وافضل على طول الكخه وغلط وما تقربش من حاجه، ولا اسيبه يستكشف وانا اللي اوفر له بيئه امنه حواليه؟ الطفل في اول 3 سنين في حياته بيحب يستكشف، طبعا وانا لو انا موتت عنده الحته ديت انا هعرف المواهب بتاعته منين، هعرف بيحب ايه بيكره ايه، وده ساعات بيبقى يعني في عاداته في طباعه، انا مش هكتشف ده، مش هستكشف معاه كأم صفاته غير لما اسيبه.